السلام عليكم ورحمة الله، معكم هشام أحمد. راح نبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على سوليد وركس. درس النهاردة تمرين رقم 131 من سلسلة 200 تمرين على البرنامج. هنفتح البرنامج وهقول له نيو بارت وأقول له أوكي، وهبدأ أرسم في التوب بلان سكتش. هرسم دايرتين أو خلينا دايرة واحدة بس الأول كبيرة، وأقول له سمول دايمنشن إن قطر الدايرة دي 60 مللي، وأقول له فيتشر اكسترود الاكسترود بتاعي على 40 مللي في الميد بلان، فاقول صح. هاجي بعد كده ارسم في الفرونت سكتش، هرسم دايرة. عملت ميد بلان علشان تبقى الاوريجن موجودة كده عندي على طول. دايرة قطرها 30 مللي بالمنظر ده، وبعد كده هعمل اكسترود في الميد بلان على 100 مللي واقول له صح. هرسم في التوب بلان سكتش، هرسم دايره هنا كده، اقول له ان النقطه دي كنترول مع النقطه دي تكون فيرتيكال، واقول له سمول دايمنشن ان المسافه من هنا لهنا 10 مللي، قطر الدايره دي 15، واقول له فيتشر اكسترود في الميد بلان على كام؟ على 36 مللي، اقول له صح. طيب هنبدا نعمل هنا سكتش. السكتش هعمل دايره هنا كده، هعمل دايره هنا كمان كده، هقول له ان قطر الدايره دي كده 50 وقطر الدايره دي 20. لا، قطر الدايره دي هتبقى 10 بس. فيتشر سترود كات واقول له صح. هاجي اعمل سكتش هنا، هرسم دايرة قطرها كام؟ هرسم دايرة قطرها 20 هنا كده، و اكسترود كات بالمنظر ده واقول له صح. كده بقى رسمت الرسمة الكاملة معايا. كليك يمين على ماتيريال، خليها مثلا كبر، ايفالويت ماس بروبرتيز، الكتلة بتاعتي 428 جرام. وده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار يقدر يبعتلنا صفحتنا على الفيسبوك ليرن سوليد وركس أرابيك، والأرقام التليفونية والإيميل موجودين أسفل الشاشة. شكرا جزيلا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.